طبعا انا جيت اشوف باص، بس مو هذا، انا جاي اشوف هذا. وفي مجموعه، في واحد عنده نادر 55، صورت لكم هذا 65 65، بس يقول مواصفاته غير. هذا يجي بابين من الجهتين، طبعا ما يجي بابين من الجهتين، يجي من جهه واحده فقط. So Mike's only comes two doors from one side, but this one has this option, two doors from both sides. I see. ويقول جابه هو شراه من هنا من امريكا، بس اساسا بالكيلو من فرنسا. From French. So هذا option مختلف في الباصات. And this one's really slow because it's 6 volt. 6 volt, okay. Yep. It's eternal. Yeah, I know. يقول زي السلحفاة يعني 6 فولت ما هو سريع، بس يقول انا شريت الباص هذا وعنده 4. نجي له نشوف هذا 65، الستينات شويه نادر، وعنده بيتل 54 عليه ماكينه 200 وشيء زي كذا، 2700 سي سي تقريبا. فصراحه باص جميل، حبينا ناخذ متابعين معنا في الشيء هذا ونوريكم ايش قاعدين نسوي.